آخر محاولة لرفع أسعار المترو، وأنا لما بقول الكلام ده أرجو إن محدش يأول كلامي وياخده في اتجاه غير اللي أنا بقول فيه. اللي أنا بقول فيه ده هو كده، آخر من كام سنة؟ من 12 سنة. أنتوا عارفين التكلفة الحقيقية، أنا بقول الاقتصادية وليست الاستثمارية، لمترو الأنفاق يبقى تذكرة بكام؟ لا جنيه ولا اتنين ولا تلاتة ولا خمسة ولا سبعة ولا عشرة. دي الحقيقة اللي احنا لازم كلنا نبقى واخدين بالنا مننا، كلنا من أول يعني من أولي أنا وأنا موجود معاكم لكل من بيسمعني، كل مصري. محدش يقول أنا هعمل إيه، لا احنا هنعمل ايه كلنا مع بعض. خلي بالك التكلفة الكهرباء اللي هي خدت منك قروش وجنيهات صغيرة دي هتعمل للآخر لقطاع الكهرباء 20 مليار جنيه. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني عايز اقول لك ان الرقم اللي بيتاخد لما بيتجمع على المستوى الكبير قوي ده بيعمل رقم، بيعمل مبلغ كبير ما تستقلش بيه. بس انت